تقول يلا. خلي معبود يلا خلنا ما يلا خلي معبود يلا خلنا ما يلا لا كل هذا لا لا كل هذا منا لا كيتنا يلا خلنا ما يلا ما يلا خلنا ما يلا مت معبود خلي بس عشان تعبي على طول وين ما تعبي كل سلام سلام كل هذا كده جينا نشتري القطع ونشتري الأغراض قرقيعان قرقيعان سويتها والأحباب هذيك في الأكياس تشكيلة والعشاء لما نخلص نحط فيهم القطع في شكل لا لا في فين الصدو لا في ده شكله حلو بعد بس راح يأيدني من فوق لأن الفتحة ممكن تطلع منه ممكن ده على طول تحط فيه الهدية عرفتوا الرولات في رول ما حصلناش كله سادة وفي لا وعبود وريني اللي أخذنا أشوف شوفوا ده أعتقد أحلى واحد بس للأسف آخر واحد حسافة في السادة ممكن نأخذ السادة شوية يكون أحلى شايفين دولت دول بالقطع بيتباع احط فيهم الحلاوة شكلها حتى يكون كشخة في الشكل ده وفي ده وفي القوقعة وفي فرع الشجرة تمام في القوقعة الموف في القوقعة الذهبية الجولد صراحة فكرتهم حلوة قوي ورقية جدا ينحط فيها الكاكاو والشوكولات دي سخنة عادية بس دول حسنهم شكلهم أحلى حتى بعدين ما يستعملون تبقى شكلهم أوريكم ابني حابب أن يحط المفرش ده تحت بتاع والدتي الله يرحمها فاكرينه يا بنات اللي كانت ببيتنا الله يرحمها ويغفر لها أمي يا رب يجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رب اللهم أمين نحط المفرش ونحط دلوقتي الحلاوة ونسكر القرقيعان ملا أحلى عبود بالدنيا
كلمك سي عبود من كل الانواع. انا سويتها والاحلى بايه؟ هديتي حبيبي تاكلك هادي وتعيش وتهدي ليل. اي كلها كلها عبود حطمك سوي بس من كل الانواع. لا لا من كل نوع واحده. ايه يعني بس واحده زرقاء واحده سوداء. يلا بينا نحضر للغبقة بتاعتنا. عندي هنا كده مهلبية اللي هي عامل نص ونص. عملت مهلبية حليب ونشا وفانيليا وسكر. هحطهم هنا في كوبايات زي دي، كاسات زي دي نص. بعد كده هنعمل القمر الدين. عصرنا بطيخ، عندي قمر الدين منقوع عشان هعمل بردك النص التاني. وعملت الشيرة اللي هستخدمها في بقية الحلويات. يا بنات عندي هنا هنعمل بخبز التورتيلا المسحر، تمام؟ اي حاجه اللي هو السادق او الفلفل بالشطه. عندي دياي صدور دياي جبتها وسلقتها وسحبتها. وعندي هنا بصل بحمصه مع زيت زيتون وكمان السماق. السماق لما بتحطوه معاه بيديله طعم تاني. وتكتلوا السماق، السماق هو احلى حاجه في المسحر اصلا. احمصهم بعدين هنزل عليهم بالدياي. عايزه تحطي اي بهارات زياده حطيها، تمام؟ وطبعا ضبطي ملحك بس يدبل بنزل فيه، تمام؟ وعندي هنا زيت حطيته، ماما سترك على الفقري بقى عشان احمر القيمات، تمام؟ دلوقتي عندي هنا توست وعندي علبة كريم كراميل عملتها بالحليب. هفتح التوست اشيل اطرافه واحطه في البايركس واضيف عليه الكريم كراميل وادخله التلاجة يبرد كويس جدا. بعدين اعمل له كريمة معاكم. بصوا كده هبدأ ان انا ارصه هنا كده، شايفين؟ بصوا بقى فيكم تعملوه طبقات، تمام؟ بس انا بصراحة بحبه طبقة كده، حتى عندي في البيت ما بحبوش غير بالطريقة دي، تمام كده؟ بس تكبسيه كويس قوي كده خلاص. هتجيبي بقى الكريم كراميل وتنزلي عليه، هتسقيه وهتدخليه التلاجة يبرد قوي قوي قوي، تلج كده، تمام؟
قبل ما نعمل طبقه الكريمه وهضيف عليها. بصوا بدات احطي ام تحطي كريمه، حطي اي حاجه تمسكها لك في بعض، تمام، وخليكي حريصه انك ما تسيبيش قوي، فتبقى ايه تفتح منك ما تعرفيش تكوريها. انا هدمجها كده، بعدين هكورها خلاص واحطها في طبق التقديم واوريكوا شكلها، مش محتاجه اي افتكاسه تانية، تمام. احلى اسمه ايه، احلى حلقه تقديم مع الاهل العربيه يا بنات، ما بياخدش وقت، بالمكونين بس. كيكه اللوتس بصوا شكلها فظيعه، حلقه اللوتس كاسات يا خيط اليوم، ويضم هنعمة علينا وستر كل ده يا رب، اللهم امين. حلاوة الجبن اللي تخبل، التمرية، التمرية دي لازم تبقى موجودة في كل بيت اصلا، اعتقد ما ينفعش بيت ما يبقاش فيه التمرية. جرجعاني سويته والاحبابي هديت عبود الحب. وكمان مسحة اللي تجي بالعافية مع رانش صوص. جربوا طريقتي يا بنات دي، بقى نشوف بقى كان حبيبتي صاحبتي جايبه لي ايه. عبودي معلش ممكن تيجي تفتح دي بعد اذنك؟ انا بتكسف يا جماعه هو الناس موجودين افتح الحاجه، تمام. ماما الله يرحمك هتقول لي عيب، بالعكس افتحي وحطي عشان الناس عيب. قولي لي بقى كده القعده الجميله الجامده دي، القعده العربي الحلوه قوي. خليني اجيب الزاويه عشان ارفع اوريكم. بصوا دي الفكره دي، عفوا ابودي اللي عملها، رمضان كريم عملها بالحركه دي، كنت عايز يعلقها من فوق بس احنا عندنا السقف عالي قوي. حاطين الشمع هنا في كل مكان، ودي بتاعت القهوه العربي، ايه سوري التركي العربي هنا، لا العربي حاطينه هنا النهارده عشان تمام. ودي هنا حطيتها كده، والتفاح في النص، والشمعدان ديت اللي عند قسم الكونسول عند باب الشقه حطيته هنا بس. ودي بقى اللي بصوا التركي دي طاوله اللي بصي اللي لو كل حاجه هتتشال ده لا يا جماعه. حبايبي كل سنه وانتم طيبين. زيتي استقبال صاحبتي كده سفره، حطيت هنا الشمع والورد.